اسمع زين، اكو حل واحد عندي، تدري شنو؟ شنو زين؟ انا قلت شيء، انا اقول لك، ماكو هذا لحم مال كلب هذا؟ على الصورة مال كلب هذا يشيله يحط صورة مال خروف، زين؟ يصير يشيل قوطي ثاني الصورة مال كلب يحط صورة مرقوق، يحط صورة مكبوس لحم، وهذا يمشي بالسوق كله، أي واحد يقول شنو هذا أكل أكو في قوطي؟ أنت يقول هذا مكبوس لحم، شو تقول؟ هذا مو ماكول. ها، شو مو ماكول؟ هذا مو كله، ما يصير هذا، ما يصير. ليش؟ ما يصير. شلون يعني حرام؟ حرام هذا. شو حرام؟ ليش حرام؟ حرام هذا. ما عليك انت، مو احنا لازم نمشي البضاعة. شلون نمشي البضاعة هذا؟ نشيل الصورة نحط صورة ثانية بدالها. زين وين الصورة اجيب؟ انا اجيب الصورة، انا اجيب صورة خروف، انت يصير صورة كلب يحط صورة خروف، شور صورة كلب يحط صورة خروف. او تي شلون نصورك انت نحطك على البدالة هذا. لا لا انا عندي صورة خروف احسن منك. ها؟ وان اي واحد يسأل بالسوق شنو هذا اكو؟ انت يقول هذا مكبوس لحم، هذا مرقوق، هذا الاكل الكويتي هذا. هذا. اكل كويتي مال قواتي. هذا. ها؟